تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 26 فبراير 2019، والبداية أو الانترودكشن اللي بقولها كل مرة، رجاء محبة الخدمة دي عشان تذكر ضعفي أولا وحضراتكم معايا لو تسمحوا لي باحتياجنا، إن في العالم اللي بيظلم قوي الأيام دي حياة اليقظة الروحية اللي احنا في أشد الاحتياج ليها، علشانك أنت أولا وعلشان اللي حواليك. أنت شايف ولادك قد إيه وقرايبك، خاصة صغار النفوس والشباب الصغيرين، إزاي بيضحك عليهم وبيتغسلوا في كل مكان. لو أنت كمان الأمل الوحيد اللي فاضل تبقى النور اللي يتعكس عليك نور المسيح ليهم، لو أنت كمان مشغول ومش مركز، تخيل هيبقى منظرهم إيه. لو أنت مش هتقف تتكلم وسطيهم زي المنادي مراقب البرج اللي في سفر حزقيال ومنبهتهمش، للأسف بعض من دمهم هيبقى على رؤوسنا إحنا. مطلوب مننا إن إحنا نستعد، مطلوب مننا إحنا ننبه، مطلوب مننا إحنا نكون النور في العالم المظلم ده، ونحاول نزود نورنا بأي شكل، بمصابيح زيادة، بزيت زيادة، لأن العالم بيظلم زيادة. كونوا مستعدين، لأنه ما نعرفش هيجي إمتى المسيح. جه النهاردة بركة كبيرة، جه السنة الجاية، القرن الجاي، المهم إحنا دايما عايشين في حياة استعداد لمقابلة المسيح في وقت يجي العريس، وأيضا إحنا بنكون نور للعالم. لحضراتكم شايفين الظلام بيزداد إزاي. ربنا قال لنا علامات كتيرة، أمة على أمة، مملكة على مملكة، حروب وأخبار حروب، زلازل تزيد، المجاعات تزيد، والجفاف، أو بيئة نسمع عنها وتكون في أماكن، مخاوف، أشكال مختلفة، علامات عظيمة في السماوات، حيوانات تموت، سمك البحر ينزع، حيوانات البرية تموت، طيور السماء تسقط من السماء ميتة. كل ده قاله لنا الكتاب المقدس. علامات في الشمس، في الشمس والقمر والنجوم، على الأرض كرب، وأمواج البحر تضج، والناس تبقى خايفة من بكرة. كل ده يحصل قبل ما يجي ابن الإنسان. ليه؟ ليه قال لنا العلامات دي كلها؟ واحد، علشان ما نخافش، لأنه في زمن فعلا اللي بيسمع الأخبار دي بيترعب، لكن ولاد ربنا ما بيخافوش، لأنه ربنا قال لنا قبل ما تحصل، عشان لما تحصل ما نخافش. اتنين، عشان نؤمن، زي ما قال لنا يوحنا 14:29، قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ بنفس المبدأ، ربنا إدانا حاجات ما تنفعش تحصل بالصدفة، وهي بتحصل قدام عينينا. احسبوها بالاحتمالات، إنه الحاجات دي تحصل مع بعض بالصدفة، ما تنفعش. حتى لو طبقنا نظرية الاحتمالات ما تنفعش، فتؤكد دقة الكتاب المقدس. وطالما دي دقيقة، يبقى كل حاجة تانية في الكتاب المقدس صحيحة. في الزمن بيحاول يشككون في كل كلمة قالها لنا الكتاب. الحاجة الثالثة والمهمة هي حياة الاستعداد، ومتى ابتدأت تكتمل امتى ملناش دعوة، لكن لما تبتدي انت ترفع راسك لفوق، لان نجاتكم تقترب. هو ده المهم، وهو ده هدف الخدمة. علامات في السماء. ناسا تذيع صور لشكل أرورا في السماء ظهرت على شكل تنين. إضاءة غريبة غير معروفة ظهرت في جنوب أستراليا، وبتحصل علامات في السماء غريبة الناس مش فاهمة إيه هي دي. تزايد مستمر في الأشعة الكونية اللي بتوصل للأرض، وللأسف باستمرار تزايدها بالمنظر ده، ممكن بالفعل تكون هي السبب المباشر لتزايد الحروق وسرطان الجلد اللي حضراتكم شايفين انه هو نسبته زادت. وده بالظبط اللي قالين عنه سفر الرؤيا، الناس تبتدي تتحرق من الشمس وللأسف تجدف. يوم 20 فبراير 14 كرة نارية في يوم، يوم 21 فبراير 13 كرة نارية، يوم 24 فبراير 10 كرة نارية، ويوم 25 فبراير 14 كرة نارية. الطقس أيضا اللي حضراتكم شايفينه متقلب، رغم أنه هو ليه معنى رمزي، ولكن أيضا بينطبق أمام عينينا. نزول كميات من الثلج كثيفة في أمريكا وكندا مع القمر الكبير اللي سموه سوبر سنو مون، من كمية الثلج اللي نزلت لما كان السوبر مون موجود، أو القمر الكبير الظاهر ده موجود، وسبب حوادث كتيرة، بعضها للأسف كان مميت، وفعلا ناس كتيرة ماتت في الحوادث للأسف. عاصفة قوية في لوس أنجلوس قد تسبب خسائر 3 أضعاف زلزال كبير.
التيار البارد القوي قد يكون قتل كم كبير من أجناس الحشرات اللي هو للأسف بدأت تأثر على الأرض اللي بتتدهور. ده من فوكس نيوز. عواصف شهر فبراير أسقطت على كاليفورنيا 18 تريليون جالون، يعني 72 تريليون لتر مياه. متخيلين؟ ده من ABC نيوز، عشان كده سببت خسائر كتير. طيفون نادر جدا يحصل في فبراير، يتجه لجوما، مش معتاد ان يحصل حاجة زي كده في فبراير، وادي منظره المرعب. تورنيدو مدمر ضرب كولومبوس في ميسيسيبي وسبب خسائر كتيرة وقتل شخص. الزلازل أيضا اللي زادت، لكن الأسبوع ده كان حنين شوية. يوم الخميس 36 زلزال، ولكن لازم نسمع واحد منهم يكون كبير. في الأسبوع ده مش ستة لكن كمان 7.5، زلزال بقوة 7.5 ضرب الإكوادور، وكتير 5 فما فوق. الأسبوع ده حصل فيه 75 زلزال قوي، منهم الزلزال أبو 7.5. زلزالين يضربوه ألاسكا بعد زلزال 4.4 وتوابعه اللي ضربوا في هذه المنطقة. زلزال يضرب هاواي مباشرة، غرب بركان كلاوية، والآن البركان تحت المراقبة، خايفين من أن هو ينفجر. تركيا واليونان يتضربوا بزلزال قوي. الزلزال القوي اللي هو ب7.5 ريختر اللي ضرب الإكوادور على الحدود مع بيرو سبب خسائر كتيرة. ده من فوكس نيوز. البراكين أيضا اللي زادت، العلماء لا يزالوا حتى الآن بيستمر تحذيرهم بيتزايد من البركان العملاق اليولوستون اللي متى انفجر هيدمر مش أماكن، هيدمر ولايات. يوم الاثنين اللي فات، يوم 25 فبراير، انفجر فيه 8 براكين. بدل ما كنا نسمع عن 3 4 براكين في السنة، احنا دلوقتي بنسمع في اليوم شوفوا كام واحد. تحذيرات في اليابان بسبب انفجار بركان كاريمسكي وشيفلوس وإطلاق رماد كتير. شيفلوس أنا آسف. ملخص البراكين النشطة بدون ما أقول لكم قد إيه انفجر الأسبوع ده أو مستمر في الانفجار، كل دي براكين نشطة في نفس اليوم، يوم الحد اللي فات. اللي لونه بالأورنج ده ماينور أكتيفيتي، واللي لونه بالأحمر ده شغال في الانفجار. موت الكائنات الجماعي اللي شغالة بتزيد، زي ما قال لنا بالظبط صفر هوشع 4 وصفانية 1 إن ده هيحصل قبل عقاب الإنسان. آسف. يوم 4 فبراير موت الآلاف من الأسماك في نهر في ألمانيا، كل ده سمك ميت. في نفس اليوم اللي هقوله لكم ده أسبوع واحد بس، موت الآلاف من الماشية في أستراليا. أيضا في نفس اليوم موت 7 من أسماك الأعماق الكبيرة اللي أصلا ما بتتشافش على الشواطئ، لكن شافوها ملقاة على الشواطئ في اليابان. وده أرعب الناس. يوم 5 فبراير موت كم كبير من الأسماك في شاطئ في أستراليا. يوم 6 فبراير موت آلاف الأسماك في نهر في الهند. ده من The Time of India. أيضا في نفس اليوم موت 20,000 من طيور البحرية فجأة في شاطئ في هولندا. ده من الجارديان. يوم 7 فبراير موت كم كبير من الأسماك في خليج في البرازيل. يوم 8 فبراير موت عشرات من الطيور سقطت ميتة في أوكرانيا. ويبقينا حادثة إن الطيور تقع من السماء ميتة، زي ما قال الكتاب اللي كان أول ما حصلت من كذا سنة، كانت حاجة عجيبة.
ولو كنا نسمع عنها كنا ممكن نسمع عنها كل 10 سنين مرة. دلوقتي تقريبا شبه كل أسبوع أو كل أسبوعين بقينا نسمع عنها، طيور تقع ميتة من السماء. يوم 9 فبراير موت 100 طن، رقم الأطنان بقي خلاص أسبوعين بنسمع عنه، من الأسماك في البرازيل. في نفس اليوم موت 300,000 من الماشية في كوينزلاند في أستراليا. أيضا في نفس اليوم موت عشرات من الطيور البحرية في خليج في بوليفيا. العلماء حائرين لا يعرفوا سبب موت مئات الدرافيل على شواطئ فرنسا، مش عارفين ايه السبب وليه الدرافيل بتموت على الشواطئ باستمرار. اكتشاف صغير حوت ميت من الهامباك ويل بطريقة غريبة جوه غابات أمازون بعيد عن المياه بميل. سقوط مئات الأسماك حية من السماء مع الأمطار بسبب إعصار كبير ضرب مالطا. إعصار شال المية بالسمك ووقعها على الطريق، والناس بقت ماشية في الطريق تلم السمك اللي بيقع، السماء بقت تمطر سمك. الأوبئة أيضا اللي زادت. الجونورية المقاومة للأدوية تنتشر بشدة كعدوى جنسية، ده من جريدة صن البريطانية. منظمة الصحة الأمريكية CDC تحذر من موجة إصابة برد شديدة من نوع جديد من فيروس الإنفلونزا. طبعا ليه؟ عشان يقولوا التطعيم اللي اديناه السنة دي نفع في حاجات، بس ده حاجة جديدة طلعت لنا. هجمة من الجراد على مناطق في مصر والسعودية. أخبار الحروب اللي حضراتكم عارفين إزاي إن العالم كله بيهدد بعض دلوقتي. بوتين يهدد إن روسيا ستستهدف أمريكا بأسلحة جديدة لو أمريكا أرسلت أسلحة إلى أوروبا. ده من فوكس نيوز. أيضا بوتين يهدد أوروبا بأنواع أسلحة جديدة يضربهم بيها. سكرتير الدفاع الأمريكي يقول تهديدات بوتين هي فقط فرقعة محاولة لجعل خلافات بين واشنطن وحلفائها في أوروبا. حلف الناتو يرد بإدانة تهديد بوتين الغير مقبول. الجيش الأمريكي يقوم بطيران مراقبة فوق روسيا استغلالا لاتفاقية السماء المفتوحة. ميركل الألمانية تقول أن الصين يجب أيضا أن تندرج تحت الاتفاقية النووية بين أمريكا وروسيا لأنه كمان هي خطر، والصين بتزود الترسانة النووية بتاعتها. روسيا تطلق قائمة مرعبة للأهداف النووية اللي هتضربها لو بدأت الحرب، ومن أهداف اللي هتضربها بالنووي مين؟ ترامب. ده من إكسبريس نيوز. الصين تقوم بحفر عسكري في جنوب بحر الصين بدون أن تعلن عنه أي أهداف، لأنها مياه إقليمية، آسف مياه دولية. ترامب يقول نستطيع أن نخفف من العقوبات على كوريا الشمالية لو أظهرت كوريا الشمالية خطوات جادة في إزالة النووي اللي عندها. باكستان تهدد برد سريع لو هجمت من قبل الهند، ودي الإشكالية، الاثنين دول نوويين والاثنين لو ضربوا بعض العالم برضو هيدخل في حرب نووية. بالفعل الهند قامت بضرب أهداف في باكستان
والقوات الجوية الباكستانية تسرع بالرد، فبدأوا بالفعل مناوشات بينهم. الصين تهدف أن تقيم علاقات استراتيجية مع إيران، فالكتلة الشرقية ما بين إيران وروسيا والصين وطبعا معهم كوريا الشمالية بيزدادوا قوة. إيران تكشف عن غواصة جديدة مجهزة بنظام صواريخ موجهة، هذه صورتها. بالفعل إيران تقوم بتجربة إطلاق صواريخ من غواصة وتحتفل بهذا الأمر. روحاني يقول أن العقوبات الأمريكية هي حرب اقتصادية، وهو عايز يعتبر أن كده الحرب بدأت، وده من عروس شبه. التلفزيون الإيراني يقول أننا نمتلك صواريخ بالفعل موجهة في اتجاه حاملات الطائرات الأمريكية، يعني بيهددوا بضرب حاملات الطائرات. الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفضوا دعوة أمريكية لتترك الاتفاق النووي الإيراني. الأردن اللي ليها إشراف على جبل الهيكل تعطي لفلسطين دور أكبر في إدارته والإشراف عليه. يعني قوات حفظ السلام ادت للأردن دور، الأردن خدت الدور ده اللي المسؤولة بيه وبقت تتنازل بيه لفلسطين. فلسطين تقول إن إسرائيل تلعب بالنار بعد إغلاق السلطات الإسرائيلية بوابة مدخل جبل الهيكل، ده من جيروزاليم بوست. عباس يطالب أوروبا بأن تقوم بدور أكبر في عملية السلام والاعتراف بفلسطين. عباس يقول سوف ندفع كل مليم لأسر المجاهدين، يعني اللي هم بيروحوا يفجروا نفسهم واللي بيعتبروهم شهداء هيقول هنستمر ندفع لأهليهم مكافأة لأنهم فجروا نفسهم، مش هنتوقف عن هذا الأمر. أبو حمزة رئيس مجموعة مجاهدين القدس يقول عندنا صواريخ تصل إلى نتانيا وأبعد. الأسد يهدد الأكراد ويقول أمريكا لن تحميكم، يعني عايز يقوم بإبادتهم، ده من عروس شبه. اليزيديين من بعد القتل اللي تعرضوا ليه على يد داعش لا تزال معاناتهم مستمرة، للأسف حي الناس دول يعني عانوا كتير قوي اليزيديين. إشاعة عن بناء الهيكل الثالث وهو طرف في اتفاقية السلام، وده لو حصل قد يشع الحرب، يعني بيقولوا اتفاقية السلام اللي بيعملها ترامب قد يكون فعلا من ضمن شروطها أو بنودها أن يتبني الهيكل الثالث. العلماء يخافوا أن نهاية البشرية ليست بعد عدة عقود بل قد تكون أقرب بكثير، للأخبار العامة. كويس، عشان لازعل على قناة بلتوك، أسف قناة يوتيوب ولا غيره. أكرر التنبيه مرة تانية أساتذتي الأحباء، معلش قناة ضعفي اللي هو قناة هولي بايبل على اليوتيوب، وبدون ما أعرف إيه السبب تم تعطيلها للمرة التانية. فحاليا دلوقتي هنفضل شغالين على القناة المؤقتة اللي هي Voice Crying وده اسمها، فيوتيوب /c/VoiceCrying تقدر تدخل لها. وانا عارف ياريت لو كنت already followers في القناة الاولانية تبقى follower في القناة التانية لغاية ما نشوف اللي هيتم، لانه البث المباشر وتحميل الموضوعات هيبقى على القناة التانية. الموضوعات القديمة كلها موجودة لسه على قناة هولي بايبل ما اتحذفتش،
وموجودة، ولكن ما أقدرش أضيف عليها حاجة جديدة ولا أعمل بث مباشر منها ولا أحمل موضوعات جديدة. فرجاء محبة يعني لو تحبوا تبتدوا تشتركوا في القناة الجديدة، القناة الاحتياطية اللي هي فويس كراينج، يكون بركة كبيرة. ربنا يبارك حضراتكم، لغاية ما أشوف إمتى هقدر أرجع القناة وأرجع الأنشطة بتاعتها. طيب نكمل مع بعض، آسف. بس تاني يعني كنت بعلق على الخبر ده لأنه خلاص زي ما قال لنا الكتاب، اللي يبني كما لو كان يبني، مش يبني وهكذا. سؤال بيتساءلوه بيقولوا هل قريبا سنتوصل لأسلوب كشف السرطان في 10 دقائق بالظبط؟ فنتائج أولية، ده زي ما بتقول لنا جريدة الجارديان، احتمال يقدروا يوصلوا إن هم يكشفوا الإصابة بالسرطان بسمول بلاد سامبل بسرعة شديدة. مش بس الكمبيوتر بتاعك هو اللي بيتجسس عليك واللي بيراقب كل حاجة بتعملها وبيشوفك انت مواقع بتدخل وتكتب فيها ايه وبتشوف ايه، وبقي بيعمل ستاتيستكس بالكامل لشخصيتك وكل الحاجات دي كلها، بل كمان تليفونك وتلفزيونك يراقبونك، والقوى السياسية بتستمع وتحلل كل هذه الأمور. كل التلفزيونات الذكية، ما بس مش بس سامسونج، ده كمان كل التلفزيونات الذكية دلوقتي كمان بتسجلك انت بتقول ايه. انت تبقى قاعد بتتفرج قدام التلفزيون وبتتكلم، وانت بتسمع التلفزيون وهي بتسمعك كمان. ده من لوس انجلوس تايمز. الموضوع ده مش نظرية مؤامرة انيمور، الموضوع ده حقيقة. لو انت لغاية دلوقتي مش مصدقه ومش متخيله براحتك. بسبب ضغط من شركات النت العملاقة زي جوجل والاتحاد الأوروبي، زي جوجل وغيرها، الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقية حقوق الطباعة أو الطبع الجديدة اللي تسمح ليهم بفحص محتويات كل شيء على النت، طبعا حتى اللي انت هتنشره على صفحتك أو على القناة بتاعتك اليوتيوب، ويقفلوها لك زي حالاتي. أيضا اليوتيوب تقول الفيديوهات اللي بيها نظرية المؤامرة ستقلل المتوجهين إليها. يعني أنت تحمل فيديو لنفس الجودة ويمكن معلومات يكون أفضل، ولكن اليوتيوب يعتبرها مؤامرة، فيك نيوز. فاليوتيوب هيمنع الناس إن هم يشوفوا الفيديو بتاعك، هيخلوا المشاهدة قليلة قوي. أما الفيديوهات اللي تتنشر مناسبة لوجهة نظر اليوتيوب هيخلوا الناس تزيد الإقبال عليها وتشوفها أكتر. يعني على سبيل المثال أنت ضد الشذوذ، هيشوفوا فيديوهاتك ناس قليلة. ليه؟ لأن اليوتيوب هيبقى ضدك. ده لو ما اتقفلتش قناتك أو ما تعطلتش أو لو ما تعقبتش anyway. لكن أنت لو مع ما يسمى بحقوق الشواذ، اليوتيوب هيخلي فيديوهاتك الصبح. عايز تهاجم الكتاب المقدس، اليوتيوب هيخلي فيديوهاتك تتشاف قوي. هتقدم معلومات دفاعية عن الكتاب المقدس، انت مخالف، اليوتيوب هتشاف قليل. هتتكلم على التطور، طبعا هتتشاف كتير. هتتكلم على الخلق، هتتشاف قليل. ايه رأيكم؟ حيادية وشفافية والرأي والرأي الاخر بالطريقة ما حصلتش. نظام تقييم كل مواطن في الصين، وده بيتم في أرض الواقع حاليا، تلت البشرية أو آسف ربع البشرية حاليا كل مواطن بيتقيم في الصين، مش آراءه السياسية وبس، بل حالته المادية، بيصرف إزاي، بيحافظ على صحته ولا لا، بيمشي بيلعب رياضة غيره، معمول له كل مواطن معمول له ملف بالظبط. طبعا اليوتيوب هو جزء من جوجل، معمول له ملف بالظبط هو ايه تفاصيله، عشان ده بنسبته كام موالي للدولة وماشي حسب اللي احنا عايزين ولا لأ. طبعا ده بالظبط صورة مصغرة للنظام العالمي الموحد اللي هيكون في زمن ابن الهلاك. انت معاه مؤيد ليه، هتبيع وتشتري وتعمل اللي انت عايزه. لا انت مش معاه قوي، هتكون الحاجات المتاحة ليك قليل. لا انت مخالف ليه، انت لا هتقدر تبيع ولا تشتري زي حاليا في الصين، لا تقدر تاخد قرض ولا تعمل حاجة لو السكور بتاعك قليل، لانك ضد قرارات الحكومة وضد مستر اكسي.
تحذير من التجهيز لهجمات على القواعد والبرامج الأساسية على الإنترنت، ده من ياهو نيوز. غضب من أولياء الأمور للتعليم المنزلي من قانون جديد في أوهايو يعاملهم كمجرمين ويجبرهم على قبول التفتيش المستمر، كما لو كان الأهالي اللي شافت خراب التعليم بما فيه من تعليم شذوذ وتعليم إلحاد والقرف ده كله وتعليم الإسلام في المدارس الأمريكية، فقرروا يعلموا أولادهم في المدارس، دلوقتي خلاص يعني بيتعاملوا معهم كما لو كان مجرمين إن هم نخلوا أولادهم يتعلموا في المدارس. إزاي وإزاي يحموا أولادهم من نظام التعليم؟ فبيراقبوهم وبيفتشوا بيوتهم كمان دلوقتي، بيطلعوا قانون، بيحاولوا يطلعوا قانون يسمح لهم يفتشوا بيوت الأهالي اللي بتعلم أولادهم في المدارس. متخيلين؟ شايف وصلنا لإيه؟ موقع بنتر آسف بنترست بيقفل الإعلانات عن الأبحاث حول التطعيمات. ليه؟ عشان يقاوم كل المعارضين للتطعيمات. إيه ده، أنتوا لسه هتطلعوا تقولوا بعض التطعيمات الحديثة بتعمل أمراض شايفينها وبنصرخ منها ومحدش هيسمع لنا علشان مكاسب الشركات والسياسيين؟ لا، يتقفل الكلام ده بالكامل. دكتور اللي مع التطعيمات حلو، الدكتور اللي يرفض التطعيمات يتعاقب وتتشال اللايسنس بتاعته. أهم حاجة ما تقولش رأيك، حتى لو شفت السايد افكت بتاع التطعيم بعينك ما تفتحش بقك. anyway، بصوا أمريكا بتعمل إيه، أو الحكومات للأسف واقفين ضد ترامب. أبو فتاة داعشية من الفتيات المسلمات اللي هم أصلاً من أمريكا ولكن راحوا لداعش وكانوا مجاهدين في جهاد اللي حضراتكم عارفين اسمه إيه، مش هنطقه. أبو الفتاة ده يقاضي أمريكا، بيرفع قضية على أمريكا عشان بيقول بنته من حقها ترجع وهي إرهابية ضد أمريكا. ما علينا، دراسات توضح أنه اليوتيوب واضح أنه بيحاول ينشر فكرة الأرض المسطحة. ليه؟ ما نعرفش. ده من ABC News الكلام ده، ده مش من كلامي، قناة ABC News بتقول في اتجاه في اليوتيوب أنه ينشر فكرة الفلات إيرث، ودي دراسة تمت وأثبتت الكلام ده. رجل في تكساس يدعي أتباعه أنه هو ده المسيح، طبعا احد المسيحاء الكذبه اللي قال لنا المسيح هيجي كتير منهم، وللاسف يظهر في فيلم جنسي مع العديد من النساء في الفيلم ده. ادي المسيحاء الكذبه دايما يبحثوا عن الخطايا ومجدهم في خزيها. اختراع مش انسان آلي، اختراع تعبير يمكن تسمعوه اول مره، اله آلي. فصنعوا نسخة من إله بوذي، ديتي، إله ديتي بوذي، به ذكاء صناعي عشان يقوم بالتبشير والخدمة في معبد في اليمن في اليابان، وبيتعبد بيعبدوه، عملوا لهم إله صناعي artificial intelligence روبو جاد. مش بهرج، ده اللي وصلنا له، ده إكسبريس نيوز. عملوا إله صناعي عشان يعبدوه في هيكل في اليابان. مش عارف أقول إيه، واقفين قدامه وقاعدين يسجدوله ويقدمون الصلوات والعبادات. شر البليع ما يقول، مش عارف أقول إيه. أنتوا متخيلين؟ بس فعلا عملينه على شكل شيطان. الكشف عن نتائج أبحاث لا تغير البطارية. شكرا يا ويسبر. الكشف عن نتائج أبحاث العينات اللي أخذت من قبر القبر المقدس للرب يسوع المسيح اللي في كنيسة القيامة في وقت ترميمه اللي هي من سنة وشوية. فاكرين لما اتكلمنا على موضوع ترميمه واكتشاف أثار قديمة جدا تؤكد أنه ده قبر المسيح؟ كمان العينات اللي اتاخد توضح أنه كنيسة القيامة بالفعل مش اتبانت في
زمن القرن الرابع ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا، الكنيسة دي تعود الى ما الى سنة 300 ميلادية، برضو من اكسبريس نيوز. معجزة شفاء لطفل، طبعا المعجزات بتحصل ليل نهار، ونشكر ربنا اللي قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. بس أنا بحاول أجيب المعجزات اللي منشورة في وسائل الإعلام مصاحبة بشهادات طبية يعني موثقة. فمعجزة شفاء لطفل سنه سنتين من مرض مميت من فيتا، كان خلاص في التيرمينال، بعد الصلاة والتسبيح بشهادة الأطباء في المستشفى، وده اتنشر في فوكس نيوز. اضطهاد المسيحيين. قانون جديد في كاليفورنيا، حاول اسرع علشان فاضل 8 دقائق والفيسبوك يقفل، فهخلص قبل ما يقفل. قانون جديد في كاليفورنيا يجبر القسوس على ان يبلغوا على اي اساءة لطفل يسمعوا عنها حتى في جلسات الاعتراف. في جلسات الاعتراف قريبا بالقانون وبالاجبار مش هتبقى سرية. يجي حد يعني ام مثلا تيجي تعترف على ايد كاهن كاثوليكي او ارثوذكسي او كده، وتقول له انه بقسو احيانا على ابني، لازم يبلغ عنها عشان ياخدوا ابنها. ايه رايكم؟ ده من لوس انجلوس تايمز. ده اللي احنا وصلنا له، ده القانون اللي عايز تعمله كاليفورنيا الجديد. الاب على مبشر مسيحي بكل عنف، وشكرا استاذ كرييت انصر على الخبر، والحقيقه فعلا تكلمت عن وسائل الاعلام. في اوروبا كل اللي عمله المبشر المسيحي ده من قوات السلام انه كان فاتح الكتاب المقدس وقراه في الشارع. ازاي وازاي؟ مسكوه وبهدلوه وحطوا الكلبشات في ايديه ونزعوا منه الكتاب المقدس بعنف. والراجل كان واقف سو بيسفول ما تكلمش، والفيديو موجود والناس بتصور. وفي المقابل رجالة الشرطة بتعوت البيس اوفيسرز ما يقدروش يقربوا من مسلم، حتى لو واقف يزعق ويصرخ فيهم ويستخدم ألفاظ بذيئة ويصرخ في وشهم الله أكبر. في نفس الموقف اللي بيقبضوا على الطيب ده اللي ما عملش حاجة، في نفس الوقت ما يقدروش يتكلموا هذا الشيطان الكلب مكيالين. آدي أوروبا بتعمل إيه مع المسيحيين وبتخاف إزاي من المسلمين. إيه رأيكم؟ سيدة تحارب من أجل حرية التعبير بعد ان منعتها الكلية من استخدام جملة يسوع يحبك في عيد الفالنتاين. في عيد الفالنتاين كل اللي بتعمله بتكتب بس، بتوزع قلوب مكتوب عليها Jesus loves you. ازاي وازاي؟ استخدمي اي اسم، حتى لو قلت الشيطان بيحبك مفيش مشكلة، حتى لو قلت الفاظ بذيئة مفيش مشكلة، لكن ما تستخدميش اسم يسوع. مش عارف اقول ايه. شيخ جامع في نيويورك يطالب المسلمين بعدم مصاحبة أي مسيحي ويهودي. الكلام ده مش في مصر ولا في السعودية، الكلام ده في أمريكا. الراجل ده بيقول الكلام ده في أمريكا ومحدش بيقرب منه. الانحدار الأخلاقي اللي وصلنا له. مجموعة سحرة يدعوا أن المسيح كان ساحر وهم من سحر زيه، ويدعوا أن الكتاب المقدس كتاب سحر بيتبعوه، فيلقبوا نفسهم بسحرة مسيحيين ويقيموا أول احتفال سنوي ليهم. إيه رأيكم؟ نفسي أسأل هؤلاء أتباع الشياطين، إيش معنى الكتاب المقدس وإيش معنى المسيحية؟ ليه ما عملوش نفسهم أي اسم مميز؟ أنا عمري ما سمعت واحد يقول بوزة شيطاني وإحنا هنسحر زي بوزة، وكتاب بوزة كتاب سحر. القرآن كتاب سحري فعلا ومحدش طلع قال الكلام ده. اشمعنى دول لازم الكتاب المقدس؟ شايفين العالم ازاي اجتمع على الرب ومسيحه؟ فيرمونت يمرر قانون بسرعة يزيل أي عوائق للإجهاض حتى لو وقت الميلاد. يعني وقت الولاد خلاص، الطفل الجنين حي وبيتولد، ده من واشنطن تايمز. برضو الأم لو عايز تقتله يتقتل. إيه رأيكم؟ قادل وصلنا له. أسوأ من هتلر. والقانون اللي عملوه كمان بسرعة أسوأ حتى من قانون الإجهاض الشرير الشيطاني بتاع نيويورك. هيتم إصداره في إلينوي، وهيجعل إلينوي عاصمة الإجهاض في أمريكا. بل كمان إلينوي مصرة كمان تجبر الكنائس على قبوله غصب عنها. يا الكنيسة تقبل يا يتقفل الكنيسة ويتحبس الكاهن. إيه رأيكم؟
في المقابل يا رب إدارة ترامب بيحاولوا إنها تشكل قانون فيدرالي يمنع تمويل جهات الإجهاض. ربنا يصلوا للراجل ده ويصلوا لكل الرؤساء. تقرير مفزع عن كمية الأطفال الصغار الذين بيخدعوا والديهم وبيشاهدوا الأفلام الإباحية على النت اللي بتسهل لهم هذا الأمر. بخلاص الطفل بكل سهولة ممكن يوصل للموضوع ده. طبعاً الأهالي مشغولين زيادة وزيادة. للأسف الإدارة الأمريكية أيضاً تدفع بإنهاء تجريم الشذوذ في العالم. عايزين كما لو كان الشذوذ، لا ده مش جريمة، ده حرية، ده العصر الحديث. يعملوا له مسلسلات المودرن فاميلي. ممثل في أوسكار يظهر بزي نصه فوق بدلة ونصه تحت فستان. ليه؟ علشان مش عايز يبقى محدد الجنس. مجدهم في خزيهم فعلا. شكرا أستاذ الشيخ على موضوع القناة. ريت الأساتذة الأحباء اللي بيتابعوني الآن لو يحبوا يعني يشاركوا في قناة فويس كراينج، لأنا معرفش هستمر عليها قد إيه لغاية ما أعرف أرجع قناة هولي بايبل. فويس كراينج عليها حدود 1000 فولور، فويس كراينج هولي بايبل عليها 11,000. فربنا يدبر. تاني مرة أستاذ سيف وترس اتعطلت تاني مرة، بس أنا معرفش إيه السبب المرة دي. يعني المرة اللي فاتت كان واضح، المرة دي لسه مش عارف، لكن خلاص لا أعرف أحمل فيديوهات عليها ولا أعمل بس مباشر. لا ده حاجة كانت تانية. مجلس يمرر قانون لأجل الشواذ، هو تعليم كل أنواع الأجناس حتى الشواذ، ويمنع المدارس حتى المسيحية من ضبط النفس. يعني لو مدرسة مسيحية تحاول تعلم الشباب والبنات بلاش بوي فريند وجيرل فريند والعلاقات دي قبل الزواج، العلاقة المقدسة تكون بعد الزواج، لا عايزين يمنعوهم بأي شكل. فيلادلفيا تهدد الأسر الكاثوليكية، يا إما يقبلوا أفكار الشذوذ يا إما يطردوهم تماما من رعاية الأطفال الأيتام وما يسمحوا لهمش يكونوا فوستر كير على الإطلاق. إيه رأيكم؟ شايفين الإجبار مستمر إزاي؟ عشان كده ده اللي وصلنا له. فأطلب أن كل الناس محتاجين حياة الصلاة، محتاجين حياة الصحوة الروحية، حياة اليقظة الروحية، محتاجين نصلي نستعد، محتاجين نعد المصابيحنا ونكون مصابيح مضاء، لأن احنا نور العالم اللي ضلم قوي. محتاجين نستعد لاستقبال العريس بالصلاة والصوم وخدمة أبناء الله وتنقية القلب والاستعداد بلباس العرس. ربنا يبارك حضراتكم. أي حد مسيطر عليه خطية يتخلص منها الآن، لأنه مفيش وقت. تضمنش لو أنت استمريت مظلم، يا ترى كم واحد هيكون فيه فرصة يسمع عن المسيح منك وما يسمعش لأن أنت مشغول، ويا ترى كم واحد ممكن يعثر، ويا ترى كم واحد ممكن يسلم وداعته وكان مشغول ما كانش فايق لحياته الروحية. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان ما تحصل واحد ما نخافش، زي ما قال لنا معلمنا بطرس أما خوفوهم فلا تخافوه. اتنين عشان نؤمن في زمن زاد التشكيك جدا، بيشككونا في كل كلمة، في كل معلومة، في كل نبوة، في كل خبر في الكتاب المقدس، بل وصلوا لدرجة بيحاولوا يشككونا في وجود إلهنا إله الكتاب المقدس نفسه. فربنا اداك حاجات ما تنفعش تحصل بالصدفة، وهي بتحصل قدامك تؤكد لك ان الكتاب ده فعلا وحي الله القدوس وكل وعد فيه صادق وأمين. حاجة التالتة قال لنا ربنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل، عشان لما تبتدي احنا ناخد بالنا، زي اشارات، زي اضاءات تلفت نظرك. ليه؟ لان ربنا عارف الزمان ده هيكون العالم يعني متفنن قوي يشغلك عن حياتك الروحية. عريسنا قرب، بس الشيطان برضو عارف، والشيطان بيزود قوي وبيشتغل بسرعة وعايز يسرق اكللنا ويفقدنا سلامنا. ربنا يبارك حضراتكم. المسيح قرب، اصنعوا ثمار طليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين تعالى أيها الرب.